عانينا كثير بالنقاط الإسعافية نتيجة القصف، نتيجة الإجرام. يعني نحن نقطة إسعافية كانت تجينا الطيران والقذائب، والحمد لله والشكر لله كان يعني قدرنا نقدم ولو شيء بسيط لشعبنا الحمد لله. هل أنتم الكوادر الطبية جزء منها أعتقد في بداية الثورة، جزء منها هرب برات سوريا، حقيقة والقليل هو الذي بقي في الداخل في هذه المناطق اللي حقيقة تتعرض دائما للحصار والقتل والضرب. يعني لن يأتي أحد من الخارج، وإذا اليوم نظن أنه حنقدر نجيب كوادر من برات سوريا لنواجه هذا الوباء، هذا يعني نكون مخطئين. إذن لابد لنا من أبنائنا من الداخل السوري أن يكون هذه الكوادر. طبعا طبعا تحدي جديد، يعني خاصة أنه وباء عام، وخاصة مع ضعف الإمكانيات، يعني هون والازدحام السكاني بالمناطق يعني بيشكل تهديد كبير. وإن شاء الله نحن أمامنا تحدي صعب، رب العالمين الله يحمي الجميع.